النهارده؟ اولا قبل ما اقول هادي كان عملت اللي عليك تجاه ناديك وتجاه منتخب بلدك، وكنت فعلا قدوه كل الشباب وكل الناشئين والاشبال، قدوه فعلا واحد يحتذى بها. وهادي لعب معايا فتره في النادي الاهلي في الفريق الاول، وهو هادي ما تغيرش يعني من يوم ما طلع الفريق الاول لحد اللحظه دي. هو هادي باحترامه بذوقه بادبه بتفانيه في الملعب باخلاصه في الكوره، عشان كده ربنا اداه مش اداه بقى فلوس وشهور، لا اداه حب الناس، ودي حاجه لا تعوض طبعا. يعني في نبضة حزن في كلام كابتن علاء. متضايق عشان موضوع عماد نحاس. عماد ايه اخبار كابتن عماد؟ لا اصابته نوعا ما مش خفيفه يعني، جامده شويه. انكر رجله؟ انكر رجله يعني، بتمنى تبقى خفيفه، بس هي الوقعه نفسها والشكل العام بتاع عماد يعني ما يطمنش، بس بتمنى ان شاء الله يبقى يعني اصابه خفيفه شويه. كابتن علاء ميهوب، هادي خشبه كانسان خلوق جدا جدا، وكلاعب بينافس تعليمات مدربه واحترام مدربه، هل دوت ظاهره لا تتكرر في العصور القادمه لكره القدم المصريه؟ لا يا مش هتتكرر، هي كده هتتكرر، ان الاخلاق هذه موجوده كتير في لعيبه الحمد لله، يمكن موجوده في لعيبه النادي الاهلي على طول الحمد لله، ويمكن عشان متربى في النادي الاهلي فعارف يعني ايه نادي الاهلي، لما تربى في النادي الاهلي معروف ايه اخلاقياتك وايه مبادئك. فلا في مصر كلها فيها ناس مؤدبه كتير، ناس خلوقه جدا زي هادي، مش في النادي الاهلي بس، لا في كل الانديه. ولو الناس شافت النهارده اللي بيحصل لهادي اكيد كل الناس تتمنى اللي يحصل لها اللي بيحصل مع هادي النهارده، فهو قدوه فعلا الناس كلها فعلا تبص على هادي خشبه. احنا سالنا في كل لقاءاتنا هل هادي مدير فني ام اداري وقائد؟ بعد ما خلص ولا بعد ما خلص، وهادي اتجاهاته كلها الاداره، لكن مش وجهه نظر كابتن علاء فيه. لا وجهه نظر هادي ان هو الشكل العام هيبقى متجه الاداره تماما يعني. هادي كل الناس قالت ان كابتن هادي خشبه اتجاهه اداري وهو يليق في دور الاتجاه الاداري. لا هو هادي انا بقول لك يعني الكاركتر بتاعه كده او تفكير هادي، او حتى بتكلم مع هادي هو تفكيره مع الاداره مش في التدريب خالص يعني. احنا مشجعين كابتن علاء، واحنا اسفين ان احنا اتكلمنا معاك في وقت حازم.